بعمل برنامج لمدة يعني برنامج أسبوعي، حلقة واحدة في الأسبوع مع سكاي نيوز عربية اسمه حوار القاهرة. من حوالي 3 أو 4 شهور اقترحت عليهم إن احنا نبطل قعدة المصاطب ونطلع بره الاستوديو، نخلي جزء من البرنامج بره الاستوديو في الشارع، نشوف مشكلة محلية مثلا، نحاول إن احنا ننزل الشارع ونتعرف على أبعادها مع الناس مع المسؤولين، بحيث إن احنا نخرج بره الاستوديو. ده يعني بيعكس مدى عشقي وولعي بالعمل الميداني اللي أنا بعتبره هو العمل الحقيقي اللي بيفرس الناس، بيقول لك ده فعلا صحفي تلفزيوني حقيقي ولا تقليد. بنعمل ده كل أسبوع وأنا بتعب، ورغم إني يعني كنت مرتاح في الأول إن أنا بروح يوم السبت قبل الهوا بساعتين بحضر مش عارف إيه، نقعد القعدة بتاعتنا بتاعت الهوا ونتكل على الله. لا، أنا بضحي بيوم من أيام أجازتي اللي هم مش كتير، هم يومين، فأنا باخد يوم واحد بس أجازة في الأسبوع، واليوم التاني بصور الحلقة أو الفقرة الخارجية. يعني الأسبوع اللي فات مصور في شبرا الخيمة عن التلوث والمصانع اللي وسط البيوت، بصور وكثير منهم في كثير من الحالات ما هماش أعضاء نقابة، وبالتالي ما عندهمش مظلة تدافع عنهم إذا تعرضوا للأذى، حتى لو واحد اتقبض عليه لو واحد اتقبض عليه برضه ما بيلاقيش حد بكل أسف يدافع عنه. فإحنا في معهد الأهرام الإقليمي للصحافة كانت لدينا تجربة في العام الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحديدا مع أكاديمية الشرطة، لتدريب الصحفيين الميدانيين على السلامة المهنية في البيئات العدائية أو ما يعرف بالهوستايل انفايرمنت. عملنا ده الحقيقة في نطاق ضيق، يعني كان يغلب عليه النظري، الطابع النظري، ثم تطور ورحنا المنيا ورحنا في محافظات كثيرة.